تواصل مملكة البحرين جهودها المستمرة لتوفير واعتماد اللقاحات الآمنة ضد فيروس كورونا كوفيد-19، وذلك بمتابعة من الفريق الوطني للتصدي للجائحة، حيث يتم إعطاء اللقاحات للمواطنين والمقيمين بشكل مجاني، ويتم حفظها والتعامل معها بشكل احترافي ومتقن بهدف ضمان فاعليتها للجميع. في ظل الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا كوفيد-19 في المملكة، يواصل الكادر الصحي عملية تنسيق وإعطاء اللقاحات المضادة للفيروس للمواطن والمقيم، وذلك من خلال توفير اللقاحات وفق المعايير والاحتياجات الوطنية للحد من انتشار الجائحة. في البداية تم مشاركة مملكة البحرين في التجارب السريرية المرحلة الثالثة للقاح الصيني من شركة ساينوفارم، وبعدها بدأ التصريح الطارئ لهذا اللقاح. هذا اللقاح اعتمد الطريقة التقليدية في تصنيع اللقاحات، وهي الفيروس يكون يعامل بطريقة معينة بحيث يتم يعني قتل الفيروس بحيث يكون غير فعال، ولكن يؤمن الاستجابة المناعية. هذا أول لقاح. اللقاح الثاني بعد ذلك تلاه لقاح من شركة فايزر بايونتك، وهو اللقاح الذي اعتمد طريقة الحمض الريبوسومي المرسال الذي يحمل الشفرة الجينية لفيروس كوفيد، وبالتالي يحفز الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة. اللقاح الثالث بعد ذلك هو لقاح من شركة أسترازينيكا أوكسفورد، ولكن من تصنيع سيرم انستيتيوت أوف إنديا، وهو لقاح فعال أيضا، واعتمد طريقة الفيروس الناقل الذي يحمل أيضا الجزء من البروتين التابع للكوفيد، وبالتالي بعد يحفز الجهاز المناعي على إنتاج الأجسام المضادة. وتلاه اللقاح الرابع وهو اللقاح من شركة سبوتنيك الروسي، والذي اعتمد أيضا تقنية الفيروس الناقل. تتوالى اللقاحات وتتوالى تصريح اللقاحات حسب توافرها. التعامل مع اللقاحات المضادة للفيروس يتطلب الحذر والدقة للحفاظ على فاعليتها دون تأثير خلال إعطائها للمراجعين. دكتور، لو نتعرف ونعرف المشاهد أيضا على أنواع اللقاحات وطريقة تحفظها هنا في أرض المعارض عندكم في المركز. طبعا اللقاحات بصورة عامة هي مواد بيولوجية حساسة، فلذلك لابد من حفظها بدرجات الحرارة الموصى بها عالميا وحسب تقنية تصنيع اللقاح. فاللقاحات المتوفرة حاليا بعضها يتم حفظها في الثلاجات العادية اللي هي بتكون بين 2 إلى 8، وهاي اللي يصير هني في أرض المعارض، وبعضها تحتاج إلى فريزر بحيث أن تكون درجة الحرارة يعني منخفضة جدا تصل إلى -80، وهذا متوفر أيضا. فكل اللقاحات المتوفرة حاليا لكوفيد يتم حفظها بالمعايير المطلوبة من الشركة المصنعة. نعم، بالنسبة لعملية استلام اللقاح أو أخذ اللقاح من قبل المراجع إن كان مقيم أو مواطن، شلون تتم العملية؟ هل في معايير محددة؟ هل هناك آليات محددة يتم اتباعها أو إجراءات؟ طبعاً المراجع ما بياخذ التطعيم من عندنا دايركت، إحنا نعطي نسلمه حق الممرضات في ثلاجات خاصة نحط فيها الثلجة تكون ذايبة قبل، بعدين نحط عليها التطعيم أو الكمية اللي لازم نصرفها للممرضة ونعطيها الممرضة. الممرضة تعطي المريض بعد ما يسجل. بعض اللقاحات تتطلب معايير مختلفة للحفاظ عليها في درجات حرارة منخفضة جدا. طبعا عندنا لقاحات غير عن ساينوفارم تحتاج درجات حرارة أقل من -60 درجة حرارية مثل ما نشوف على الشاشة، فلازم نلبس قفازات عشان نطلعهم من داخل. اوكي، افتح. هذه الدقة في التعامل مع لقاحات كورونا والآليات المتبعة لإعطائها للمراجعين أثمرت عن رضا وقبولا كبيرا. الرابعي شجعوني كبداية، يعني راحوا وخذوا هذا التطعيم سينافور التشاينيز، شجعوني قالوا لي روح عبد الله، يعني لا تقعد وانت عندك عائلة صراحة ما يسوى عليك، ورح شجعوني وانا بعد شجعت رابعي مرة واحدة، ورحنا ثلاثتنا مرة واحدة الحمد لله، لا صادني أعراض ولا صادني أي شيء، ونفسيا يعني كلش مرتاح. بالنسبة حق الأطباء وما قصروا صراحة، يعني مثل ما تقول ليل ونهار
ما يشوفون حتى الأهل في البيت. وأشكر الدولة يعني صراحة المملكة يعني أشكرهم شكر جزير على هذا الشيء. يعني الشخص واحد نفسيا يبي يرتاح يبي يطلع من هاي الشيء. جميع العاملين على توفير وإعطاء لقاحات كورونا للمراجعين يحرصون على الالتزام بجميع الإجراءات والتعليمات الصحيحة لضمان سير هذه العملية وتوفير اللقاحات المتنوعة للمواطن والمقيم بكل سهولة ويسر. اعتمادات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في مملكة البحرين مستمرة، والإقبال يتزايد من قبل المواطنين والمقيمين على أرض المملكة في تجسيد لروح العمل كفريق واحد بكل مسؤولية واقتدار. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.